طارق اعطيني لقطه الهدف اللي كان نواف الصبحي، خلينا نعلق. علق كابتن، مشيت بالخطوه، وقفت الكوره، شف رفعت راسك فوق، اخترت المكان اول، يعني انا ممكن اقول متاكد ان هذا الهدف متعمد 100%. اكيد اكيد، لانه يعني لقيت مساحه، كان عبد الكريم فاتح اليسار، اتخذت الخطوه اني اشوت، الحمد لله ربي وفقني في التسديده، والهم انه الثلاث نقاط الحمد لله يعني، وان شاء الله باذن الله القادم افضل باذن الله. على مستوى المباراه مبروك الفوز، جاء بعد جهد، هل الفيحة تعلم من دروس سابقة أنه كان في كل مباراة يخسر يتعادل؟ أكيد أكيد، إحنا فترة التوقف هذه يعني ناس كثير يقول أنها سلبية، الحمد لله أنا أشوفها أنها إيجابية، طلعنا معسكر 10 أيام، تعرف أنت مدرب جديد يعني جاء على طول على مباريات، الحمد لله فهمنا فكره، فهمنا تكتيكه، تمارين صباحية مسائية، الحمد لله الفريق كان يعني في بعض اللعيبة كانت تحتاج مباريات، يعني المحترفين اللي خشوا معنا الشتوية، الحمد لله ربي أكرمنا بالنتيجة، اليوم ننسى المباراة، اليوم نفرح، عندنا مباريات 6 مباريات، نركز في مباراه المؤجله ان شاء الله على اساس ان نفرق على الفرق اللي متساويه معانا، وان شاء الله احنا قادرين واحنا عازمين لعيبه الفيحاء ان باذن الله ان نخرج من هذه الكبوه اللي احنا فيها باذن الله. مع 6 7 فرق تتنافس على نفس الموقع اللي تنافسون عليه، زي ما في منافسه فوق في منافسه، وين صعوبه الموضوع؟ اكيد يعني في 6 7 هذا ان هذا الشيء يعني ما اقول لك يعطيك ارتياح، يعني حيتقابلون الفرق اللي منافسه تحت مواجهه مباشره، الحمد لله احنا نركز فريقا ان نفوز، ما نركز في الفرق الثانيه، الحمد لله احنا قادرين باذن الله، ورساله هذا اوجهها للجمهور ان شاء الله المباراه الجايه انه يحضروا نشوفوا جمهور اكثر من كذا، وباذن الله احنا بيض الوجه. اذا بتشوت زي ذا الشوطه كل مباراه ما راح تهبطون؟ لا لا ان شاء الله باذن الله حبيبي، الله يسلمك.